أول مناظرة متلفزة جرت في عام 1960 في مدينة شيكاغو بين المرشح الديمقراطي الشاب جون كينيدي ومنافسه الجمهوري ريتشارد نيكسون. شاهدها 70 مليون أمريكي، وخرج منها كينيدي منتصرا تاركا نيكسون يتصبب عرقا. توالت المناظرات لتصب في صالح هذا المرشح أو ذاك، فسؤال خاطئ قد يكلف المرشح الرئاسة كما حدث مع الرئيس جيرالد فورد أمام جيمي كارتر عام 76 حول سؤال يتعلق بنفوذ الاتحاد السوفيتي آنذاك. أما الرئيس رونالد ريغان فقد استغل بذكاء انتقاد المرشح والتر مونديل له على تقدمه بالعمر، فأجابه قائلا: لن أستغل صغر عمرك وقلة خبرتك لأسباب سياسية. حينها أدرك مونديل أن ريغان سجل نقطة حاسمة وتم انتخاب ريغان مجددا كأكبر الرؤساء عمرا. لغة الجسد والضجر من الأسئلة قد تكلف المرشح الرئاسة، والبعض يرى أن ملل جورج بوش الأب ونظره في ساعته أمام المرشح بيل كلينتون الذي أظهر تعاطفا وصبرا مع مواطنيه ساعد كلينتون على حسم المعركة الانتخابية. Remember Al Gore in 2000, he checked his watch while George W. Bush was giving an answer, and voters then saw Al Gore as rude or cold. ترامب وكلينتون لم يتصافحا، كان التوتر سيد الموقف، ووجه ترامب رصاصة نحوها باستخدام فضيحة البريد الشخصي ووصفها مؤيديه بالمثيرين للشفقة. هذه المناظرة كانت الأعلى مشاهدة بالتاريخ الأمريكي ب84 مليون مشاهد. مناظرة ترامب وبايدن الأولى سادها الكثير من الفوضى والمقاطعات. لدرجة نفرت الناخب الأمريكي من مشاهدة المناظرة الأخيرة بأعداد كبيرة. وقد لا تكون هذه المناظرات بنفس الأهمية كما كانت في الانتخابات السابقة، والسبب بسيط: جائحة الكورونا والتصويت الغير مسبوق في هذه الانتخابات، فالأغلبية قررت، والمناظرة الأخيرة قد لا تكون إلا تحصيل حاصل. نادية البلبيسي العربية، واشنطن.